ميركاتو. في الميركاتو نحكيه على أهم الانتقالات الصيفية في السوق الأوروبية. تعرفوا أهم الانتقالات في المرشي لوكال في البطولة الوطنية كل يوم في البرنامج الرياضي اللي لقي نجاح كبير على يفين من ماضي ساعتين الأربعة مع مختلف الزملاء من فريق الرياضة اللي تنجموا كيف كيف تعاودوا تلقاوا الميسيون نتاعهم على شان يوتيوب راديو إيفام ولا على الباش فيسبوك إيفام. نبدأ الميركاتو نتاعنا احنا بال الجراندي ريال مدريد. ريال مدريد اللي تلوج على النيميرو 2 الكريم بنزيما. كريم عمره 35 سنة مازال عنده في ساقيه الراجل انتوكا. كل ما نقوله راهو كبر قاعد يكذب فينا ويظهر لي قاعد يولي ما احسن كل ما يكبر. اما كوميم بدا العمر يلبيز شوية دونك الريال قاعد تلوج على رومبلاسون الكريم بنزيما. مش رومبلاسون باش ياخو بلاصتو مي رومبلاسون باش تنجم ترتحو في بعض المقابلات. علاش التفصيل هذا مهم؟ على خاطر من بين الاسماء المطروحه هو تيمو فيرنر المهاجم الالماني اللي يلعب في تشيلسي وانتقل عام العميل التالي لتشيلسي. اما الاكسبيريونس نتاعو ما كانتش ناجحه برشا مع لي بلوز بورتون جي بصفقه مهمه من اربي لايبزيك. يحب يرجع هو لاربي لايبزيك توا وخير لوفر نتاع اربي لايبزيك على اللوفر نتاع ريال مدريد خاطر تو سامبلومون انشيلوتي يحكي معاه قال له راك باش تشد البنك راك هنا باش ترتح بنزيما. فما لي بوسيبيليتي الاخرين هما ارماندو بروخا و انسيرتان راول يلعب في خيتا في جو بونس. هما الاسماء المطروحه للريكروتمون في الايام القادمه. ريال مدريد كيما فكرنا البارح حتى لتوها جابت زوز ملاعبيه المدافع روديغير ووسط الميدان تشواميني من موناكو. نتعداو من ريال مدريد ليستر سيتي الاكتواليتي نتاع 24 ساعه كيما كنا نحكيو. مانشستر سيتي مش مانشستر سيتي ليستر سيتي الليكيب نتاع فاردي فما برشا حديث على خروج جيمس ماديسون النيوكاسل في الايام القليله القادمه باش تعوضوا. ليستر سيتي اختارت ولا وقع الاختيار على متوسط ميدان نتاع الاولمبيك ليوني حسام عوار او عواري نقولها بالعربي هو اسمه بالفرنسيس حسام اوار اسمه بالعربي حسام عوار. دونك ينجم ينتقل في الايامات القليله القادمه ليستر سيتي. من ليستر سيتي نمشيو لبرشلونه واوفيسيلمون رسميا يتم تقديم المدافع الفرنسي جول كوندي قادما من فريق اف سي سيفي بصفقه قيمتها 50 مليون اورو. نبقاو مع فرنساوي اخر. فرنساوي ينتقل في صفقه حره الصيفيه هذيا من مانشستر يونايتد الى فريق اليوفي وين كان لعب قبل بول بوغبا. بول بوغبا مشى كيما قلنا في كونترا نتاع اجون فري. اما المشكل انه اول ما حط ساقيه في اليوفي تعرض لاصابه خطيره تنجم فما شكون قال تنجم تنهي كاريرو اما فما شكون قال نجم يخرج منها. المطروح توا بول بوغبا في موجود في ليون ماهوش موجود مع اليوفي لم يتمرن ولا حاسه مع اليوفي موجود في ليون باش يعمل عمليه. علاش الاخبار هذه مهم؟ خاطر احنا نلعب كونتر فرنسا في كاس العالم. بول بوغبا عنده زوج اقتراحات اليوم يا اما يعمل عمليه تغيبه شهرين ويرجع يلعب شويه ويكون حاضر في كاس العالم يا اما يعمل عمليه ما يرجع بعدها الا في بدايه 2023. المشكله هنا انه في الخيار الاولاني تقولوا لي انتوما نورمالمون باش يمشي في الخيار الاولاني ويلعب الكوب دي مون. في الخيار الاولاني فما اختار من بعد على الركبه نتاعو ينجم دونك الاصابه تجيب اصابه اخرى. ما اخطر بول بوغبا حتى لتوا ما اخذاش القرار نتاعو. نمشيو لزميله السابق في مانشستر يونايتد واحد من اهم المسلسلات والافلام اللي قاعده تصير في صيف 2022 بعد ما كان حاضر تقريبا في المواسم الاخرانيه الكل كواحد من اهم الاسماء اللي حيروا الميركاتو الصيفي كريستيانو رونالدو. لوغرون كريستيانو رونالدو مازال حتى لتوا يبحث عن الخروج من مانشستر يونايتد باش يلتحق بفريق يلعب الشامبيونز ليج ويحافظ على الارقام القياسيه نتاعو. كريستيانو كان عبر على رغبته في الخروج عرض نفسه ولا مش عرض نفسه لا جون تاعو عرضه على برشا فرق كبيره كيما البي جي. كان فما حديث على رجوعه لريال مدريد حديث على ذهابه لبايرن ميونيخ لتعويض ليفاندوفسكي وفي الآونة الأخيرة سمعنا أنه يمكن ينتقل لأتلتيكو مدريد ومن ثم لنابولي باش يعمل يعاود يحيي الأسطورة متاع دييغو مارادونا في نابولي. أما الصفقة يبدو أنها مش تكون صعيبة على خاطر تو سامبلومون شهرية كريستيانو غالية ياسر هو يخلص في حدود 34 مليون
اورو في العام، فماش كيب نجم تخلصوا بالسهل، ويبدو انه ماهوش مستعد باش يعمل تنازلات كبيره في خصوص الاجر نتاعو. دونك الاكثريه باش يقعد بلوتو في مانشستر يونايتد الموسم اخر، اما حتى للبارح عبر على رغبته في الخروج واعطى الديدلاين النهار الاحد باش يلقى جمعيه اخرى. علاش نهار الاحد؟ خاطر البطوله الانجليزيه تبدا نهار الاحد. نوفيو بالدوسية كما قلنا كل مرة باش نحاولوا نركزوا على فريق معين من الفرق الكبرى وشنو صار كوم اكتيفيتي فيه في الصيفية هذية. اليوم باش نحكيوا على فريق باريس سان جيرمان بي جي، يمكن الركروتمون رغم اللي هو ولد الاكيب، اما اهم صفقة صارت في الصيفية هذية هي بقاء كيليان مبابي في صفقة خيالية بلغت 100 مليون اورو كبريم دو سيناتور، بريم دو فيداليتي. و الكونترا الجديد نتاع كيليان مبابي يبلغ 50 مليون اورو في العام، باش يخلص 50 مليون اورو في العام بخلاف لي كونترا دو بوبليسيتي ولي كونترا دو دروا ليماج وغيره. تقريبا صفقه بقاء كيليان مبابي في البي اس جي لمده 3 سنوات اخرى تكلفت على البي اس جي في حدود 300 مليون اورو. بي اس جي ما عزتش كيبها برشا اسماء كبيره كما في المواسم السابقه على خاطر الاداره تبدل، خاطر المدرب تبدل، وقالوا يلزم الايامات والاعوام نتاع دليل تو باش نكسروا احنا شويه ونوليو كيب تصلح كيما نقولوا. في كوتي اريفي في جهه القدوم نقاو فيتينيا المتوسط الميدان نتاع بورتو في صفقه قيمتها 41.5 مليون اورو. نونو مينديز المدافع الايسر نتاع سبورتينغ في صفقه قيمتها 38 مليون اورو. ونوردي موكيلي من لايبزيك مدافع ايمن كيف كيف باش يعاون اشرف حكيمي اللي الوضعيه نتاعو صعيبه شويه في البي اس جي، قيمه الصفقه كانت 12 مليون اورو. البي اس جي عندها مهمة كبيرة ياسر، الإدارة بتاع البي اس جي الجديدة عندها مهمة صعبة جدا، هي التخلص من الأسماء ليزانديزيرابل اللي في الإكيب، الأسماء اللي مثقلة الماسة الريال وماهيش تعمل في حتى شيء على خاطر جات فترة من الفترات بي اس جي عاملة دي ريكروتمون بوها على خوه كيما نقولوا، واحنا توا قاعدة تعاني فيهم لي كونترا هذوما، برشا جواريت قاعدة تخلص وماهيش قاعدة تلعب، ما تحبش تفسخ كونترا تويتا لأنه تو سامبلومون كونترا تويتا خيالية. نحكيو على ليستا نتاع تقريبا 15 ملاعب في الحالة هذيا، فما اللي خرجوا سوسيدي وفما اللي خيروا انهم يواصلوا يلعبوا كوره كيما الفونس ريولا حارس المرمى اللي تعادل ويستام في صفقه قيمتها 9.3 مليون يورو، وانخيل دي ماريا اللي مشى كاجون ليبر لفريق جوفنتوس. في الايام القادمه فما انتقال منتظر زيدا الفيجنال دوم للبطوله الايطاليه باش يلتحق بجوزي مورينيو ولايس روما، ويزيد يعزز ليكيب الخشينه ياسر اللي قاعد تعمل فيها روما في الصيفيه هذيا بالتحاق اسماء اخرى كيما ديبالا. ان شاء الله غدوه نسلطوا الضوء على روما كيما اليوم صوتنا الضوء على البي اس جي في الميركاتو. تونس الاخرى.